شكرا لكم ايها الابطال. رغم الاحزاب يوصل امام دراهم على انتهاء الاحتجاجات، ونحن نراهن ان كل يوم احد تتجدد الاحتجاجات. ايها الابطال، بعد الخطوه التصعيديه التي قام بها المعتصمون المتظاهرون في بابل بغلق شوارع بابل جزئيا، ها نحن اليوم بانتظار انتهاء مهنه الناصريه التي وصفها الابطال بمهنه وطن، وبعدها سيكون لكل حادث حديث وسنعلم.